واش تبغي تهلا فراسك في هاد العيد وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك مع لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه الخلاص بدون تماس وزيد وزيد للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. موعد الفلاح موعد يومي مع النصيحة والمعلومة الفلاحية. موعد الفلاح قرابيها كنسهلوا عمل الفلاح وكنمدوه بالمعلومة التقنية اللي هو بحاجة ليها. موعد الفلاح كل يوم من 2 حتى للجمعة مع 7:15 ديال الصباح على إذاعتكم إذاعة مدينة اف ام. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الترتيبات والاحتياطات اللي خاصة تخاد أثناء الجني ديال الشمندر السكري. اليوم غادي نتكلموا على العوامل المؤثرة على الجودة ونسبة إنتاج السكر. خوتي خواتاتي الفلاحة راه من بين العوامل المؤثرة على الجودة ديال السكر هي المحافظة على الكثافة النباتية بحيث ما تقلش على 25-30 ألف نبتة. الفدان وهذا كيجي عن طريق مقاومة الآفات والحشرات وخاصة دودة ورقة القطن والدودة ديال الورق القاردة والحفار. التسميد الأزوطي كيأثر تأثير كبير على المحصول والجودة بحيث من الواجب تزيد الكمية ديال الأزوط المضاف على 60-80 كيلوغرام ديال الأزوط وكتزاد خلال 90 يوم الأولى من عمر النباتات. وكتعتبر السقا من أهم العوامل المؤثرة في الإنتاجية ديال المحصول بحيث تراكم المياه ديال السقي خاصة في الأراضي الثقيلة كيؤدي لتقزم النباتات وضعف النمو ديالها. ومن الواجب أنه ما يقلش العمر ديال المحصول ما بين 180-210 يوم ديال الزريع ديالنا. خوتي خواتاتي الفلاحة من بين العوامل المؤثرة أيضا على نسبة استخلاص السكر لا توفرات عدة عناصر من بينها السميد الأزوطي وكيتم إضافته خلال 90 يوم الأولى كما ذكرنا من الحياة ديال النبتة ديالنا مع السقا إلى مصبات الشتاء. والظروف الجوية كتلعب دور مهم في الحصاد اللي كيكون في فبراير ومارس وكتزاد فيه نسبة السكر مقارنة مع الحصاد اللي كيكون في أبريل وماي ويونيو. يعني اختلاف ديال الفترات ديال الحصاد كتختلف في الفترة ديال الحلاوة وديال السكر في هذاك الشمندر ديالنا. خوتي خواتاتي الفلاحة حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات. خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. واش تبغي تهلا فراسك في هاد العيد وتشري ما بغيتي دابا ولا تقاد الميزانيه ديالك مع لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب شري ما بغيتي دابا وخلص على 4 المرات وانت هاني. لا كارت كوات خذ القرض الفلاحي للمغرب كتسهل تدبير حياتك اليوميه وكتمكنك من الاستفاده من تسديد مقسم على 4 شهور لكل مشترياتك الخلاص في الانترنت في كاع المواقع المغربيه الخلاص بدون تماس وزيد وزيد. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.creditagricole.ma. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.